السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتس آب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. سلط مواطنون الضوء على الحنطة المستوردة للبطاقة التموينية والموجودة حاليا في ميناء أم قصر لحساب وزارة التجارة. دعونا نستمع ما الذي يقوله. جايبيننا حنطة يعني حتى الحيوان ما ياكلها، يا باعوها باعوا، يعني كلها عرنوف، كلها مد، يعني شغلات ما نعرفها. يعني قلت لكم والله العظيم حتى الحيوان ما ياكلها. جالسه هاي باعوا هاي الحبايه، شنو باعوا هاي؟ شوف العرنوف جاي تشوفون بعينكم، هسه ما يخالف عرنوسه قبلناها، شغلات ما نعرفها. هاي كلها عبالك فاصوليا، حتى ما شايفها في حياتي، شنو هي ما ادري. باو وين لجنة المختبر؟ باو وين جماعة السائل وجماعة الحبوب؟ بالها 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 بالها. شوفوها، هي مو هنا هسه الكارثة، هي الكارثة كلها. راح اشوفكم بعد دامج مالتها، يعني شوفوا ايش قد بيها زبالة. يعني شنو حيوانات، والله العظيم حتى الحيوانات ما ياكلوها. هسه هاي هنا هذا الدامج، هنا قاعد تشوفونه هذا الدامج، يعني تاكل الحيوانات. هذا حنطة، هاي جاي بها الشعب. مشاهدينا الكرام، نستمر مع هذا الملف. بدوره كشف النائب هادي السلامي عن فساد جديد في مفردات البطاقة التموينية، حيث أن وزارة التجارة تقوم بشراء كيلو الأرز التايلندي الرديء بسعر 1300 دينار، وهو متوفر في الأسواق بسعر 300 دينار فقط. وكذلك للحمص المجروش يتم شراؤه بسعر 1300 دينار للكيلوغرام الواحد، وهو متوفر بسعر 400 دينار في الأسواق، وكلاهما يستخدمان كعلف حيواني. ودعا النائب رئاسة الوزراء إلى ترتيب إفطار رمضاني على أن يتم طبخ الوجبات من المفردات التي يتم توزيعها على الشعب العراقي. لنستمع. هذا الرز تمن الوجبة، ثمن وجبة حصة المواطن العراقي 3 كيلوات، كل مواطن عراقي. طبعا وزارة التجارة تشتري 1300 دينار للكيلو الواحد. 1300 تشتري وزارة التجارة، هو بالسوق بيش ب 300 دينار، واغلبها يستخدم علف حيوانات. يعني خلينا نسأل العالم اللي موجودة بالسوق، فرق 41 مليون عراقي على 1000 دينار، اضافة لانه هو سعره اقل طبعا، فبالتالي يعني شبهات فساد كثيره. نجي الحمص المجروش. حمص المجروش تشتري وزاره التجاره الكيلو الواحد، طبعا نوعيه رديئه جدا، الكيلو الواحد 1300 دينار تشتري وزاره التجاره، هو بالسوق بيش 400 دينار، هم يستخدم علف حيوانات. ارفع الكاميرا. طبعا احنا ندعو رئيس مجلس الوزراء ان يسوي مأدبه افطار او مأدبه اخرى، يجمع الوزراء والمدراء العامين بالتجاره ويسوي لهم وجبه من السله الغذائيه، هم يطبخون الشعب العراقي، يطبخ لهم الحمص المجروش وهذا الرز، ويستخدم لهم المعجون اللي جاي يجيبوه، يستخدم لهم زيت السله الغذائيه باعتبار هم جاي يجيبون يعني السله الغذائيه ويوزعوها للشعب العراقي. نستمر مع هذا الملف مشاهدينا الكرام وننتقل الى مقطع اخر. انتقد ناشط قيام وزاره التجاره باستيراد معجون الطماطم من الصين، وقام ويدعو أيضا إلى دعم وتهيئة الظروف للصناعات المحلية، وأكد أن الأحزاب تحارب فرص الصناعة بفرض أو بهدف استمرار عقود الفساد التي تستفيد منها هذه الأحزاب. لنستمع. أقسم بالله العظيم، هناك أيادي وجهات و
شخصيات مستفيدة من عدم انتعاش الصناعة العراقية، لأن إذا انتعشت الصناعة العراقية مصالحهم راح تتضرر بعد ماكو حصته وحصتك. لابد للصناعة أن ترجع من جديد، لكن يا أخوان أكرر، هناك من لا يريد خيرا للصناعة العراقية، وبدليل وزارة التجارة جاي تستورد معجون صيني. أي والله جاي تستورد معجون صيني بمفردات البطاقة التموينية، بينما هذه القطية بمصنع التكامل العربي سعرها بالجملة 1600 دينار، وهذا المنتوج بمواصفات عالمية وبمكائن إيطالية يتم إنتاجه داخل محافظة المثنى، وبإمكان رئيس الوزراء باعتباره كان وزيرا للصناعة دولة الرئيس بإمكانك أنه ترسل لجان لقياس جودة المعجون. إذا كان مطابق للمواصفات العالمية ومواصفات الإنتاج يفترض يصدر منك كتاب غصبا على وزارة التجارة تستورد هذا المعجون وتترك المعجون الصيني. نتابع بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذه المقاطع. لدينا تعليق من سعد السعد يقول: أفسد وزارة بعد 2003 هي وزارة التجارة، ولذلك كل مرة يتم القتال من أجل الحصول عليها. أبو عبد الله المياحي يقول: السوداني وين نايم قاعد؟ هذا وزير التجارة المفروض قبل للسجن، لأن هاي الحصة الرمضانية على أساس هي أسوأ حصة استلمها المواطن منذ عقود. علي الجناحي يقول: الأحزاب غايتهم تدمير الاقتصاد العراقي لغرض دعم بعض الدول والسبب ولاءهم لغير العراق. صرنا نستورد أبسط الأشياء وإحنا بلد زراعي وصناعي سابقا. المحامي سرمد الأركوازي يقول: وزارة التجارة تحتاج مراقبة وتخصيص وقت من الحكومة لمتابعتها ومحاسبة المقصرين. رمضان جاي يخلص والمواد اللي الحكومة أعلنت عنها لشهر رمضان ما وصلت، ومنها من الطحين والأرز التمن والمعجون وغيرها من نوعيات لا تليق بالمواطن العراقي. مشاهدينا، نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم لإبداء آرائكم بشأن المواضيع التي نطرحها، ومعنا الآن السيد أبو عبد الله من صلاح الدين. تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أستاذ العزيز، هي هاي الحنطة لسه يستوردوها من برا. نعم. يعني أنت من تقول أكل وأكل رقابة وأكل سيطرة نوعية، هاي كلها تحاسب عليها. زين، احنا من قلت لك، يعني انا اخاف احكي، ومع احتراماتي لك يخون التعبير، مع احترامات العراقيين. نعم. عندهم هم بس يطلع على التلفزيون ماكو النظام السابق النظام السابق. زين، سويته انت شنو؟ نعم. انت من تقول النظام السابق مو زين، سويته انت شنو؟ الاحسن منه فيه شنو؟ يعني السوداني يطلع يدور السنه للفلح لازم الري بالتقنية الحديثة. نعم. زين، التقنية الحديثة وزعتها أنت، جبتها بوزارة الزراعة. زين، وين أنت؟ شلون أنت تيل نفلح؟ لا، كلهم يكذبون وكلهم فاسدين. والله والله أصغر دائرة وأبسط دائرة بها الفساد أكثر من قابلية. طيب أبو عبد الله، شنو فائدة أن يتم توفير دعم للفلاح العراقي في الوقت الذي تحارب الزراعة العراقية والمنتجات الغذائية العراقية، ويتم استيراد هذه المنتجات بأنواع رديئة وبأثمان عالية من دول أخرى؟ يعني حتى لو صارت دعم للفلاح، إذا كان هناك محاربة للمنتج الوطني، المنتج النهائي من هذا التعب والمجهود والصرف والوقت كله بالنهاية ينذب، مثل ما شفنا الحنطة والطماطة والثروة السمكية وهسة المصانع اللي تنتج مواد غذائية وغيرها. شنو الفائدة من الزراعة؟ ما 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 ماكو كل فائدة. أنت حاصر لبرا، حاصر. نعم. لبرا الحدود، ليه يطب هذا المستورد؟ نعم. أي نعم، يطب على الحاجة اللي تتوزع عليها الدولة، خلي تجيبها ما يخالف. زين، بس أنت مو كله من برا. نعم. رقي من برا، طماطم من برا، بصل من برا، يعني كل شيء من برا من برا من برا. ويا ريت لو نوعية زينة. لا، نوعية رديئة، هو ما يجيب لك نوعية زينة. نعم. هو ما يجيب لك نوعية زينة. هو حبيبي جو التدمير هذا البلد، هذول يطلعون بالبرلمان، هذا الأخ اللي يقول خلى السوداني يسوي لهم وجبة فطور. لا، هم هذول قاموا يستنكفون من عندها، ما يقدرون ياكلوها هاي. تعلموا على رفاهية وعلى أكل راقي وعلى أكل لأن هو كان برا ماكو برا بالخارج.
مدود حلقه لفه فلافل مليون ريال. شنو الضامن حتى لو صار هذه حتى لو صار وتم تنفيذ هذا المقترح، شنو الضامن ان هم فعلا راح يكونون صادقين وينزلون على المائده للوزراء وللنواب المواد اللي توزع للمواطن العراقي؟ مثل ما تتذكر حضرتك لما صارت فضيحة الأرز المعفن اللي طلعت بعدين وزارة التجارة يسوون تجربة لقياس جودة هذا الأرز، قاعدين الموظفين جابوا جدرية طبخوا بها كيلو تمن وقالوا لك ما شاء الله لا هذا نوعية ممتازة. بهكذا طريقة تم فحص جودة مادة غذائية دخلت إلى العراق على أساس أنه هي نفس المادة. ذولا ممكن يكونون صادقين في إيصال حقيقة المواد الموجودة ووضعها على المائدة ليأكلوها؟ لا ما لها صحة سادة العزيز، اكو شغلات انا عاد احكي ماكو وجوز يشيلوني اليوم باكر يشيلوني وجوز بعد شهر يشيلوني. اكو شغلات تطلع بالتلفزيون اخي هاي بس اعلان اعلان كذب بكذب. تتذكر انت بفترة تحرير ماكو تحرير ما تحرير يطلع العبادي، هو العبادي ترى ورا مطار المثنى ماكو اكو مكانه شولا ماكو والله على اساس والله العبادي عيب شويه جيش دخلت روح على نفسي وعرف عمي الشعب ترى صح الشعب ما ظل يسم بس الشعب لا حول ولا قوه يا حبيبي طلعت ثوره تشرين طلعت ثوره تشرين والله هذول ارهابيين عمي ماكو شيء ماكو شيء يا عمي الله لا يوفقهم ان شاء الله والله يرزقهم جاه حبيبي. نعم انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركه. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقه وننتقل الى موضوع اخر ضمن فقراتنا. قام أحد المواطنين العراقيين بالشكوى من تردي الواقع الصحي في المستشفيات الحكومية، حيث يضطر المريض للذهاب إلى المستشفيات الخاصة ودفع مبالغ طائلة تثقل كاهله، حيث تشهد البلاد أزمة اقتصادية كبيرة وارتفاع في معدلات الفقر والبطالة. لنستمع. وليد أشوف الوزير وزير الصحة النايم بيناتنا العباس العالم جاي تجدي، تعرف شنو جاي تجدي؟ خاب التوزير عمليات الولادة كلها بفلوس، هاي جاي نجدد للعالم يا ناس يا عالم. عمليات الولادة كلها بالمستشفى الأهلي، كلها بالمستشفيات الأهلية عم اتقى الله. نكمل مشاهدين الكرام مع هذا الملف وننتقل إلى مقطع آخر. مواطن آخر اشتكى من عدم توفر إبر الفولتارين في مركز الهارثة للرعاية الصحية الأولية. لنستمع. هسه الساعة بالأربعة الفجر وهذا مركز الهارثة للرعاية الصحية، شوفوه هسه الساعة بالأربعة الفجر أبرة فولتارين مسكن الآلان ما بيه زين، شوفوا هذا هسه أنا أجيت عندي صداع قوي أبرة فولتارين ما بيه مركز الهارثة للرعاية الصحية، يعني توا إذن مؤذن أبرة فولتارين مركز صحي قرمت علي أبرة فولتارين ما بي. أنا أشوف هسه مدير الصحة يدرب هذا الوضع لو ما يدري، يقول ينطونا عدد 100 إلى 150 أبرة. زين هسه المريض وصل عنده حالة طارئة لا سامح الله، زين وين يروح؟ وين يعطي وجهه؟ تعرفون القرمة منطقة نائية والمستشفيات بعيدة عنها. إلى الله المشتكى، حسبي الله ونعم الوكيل. نستمر مشاهدينا الكرام مع هذه الملفات أو هذه المقاطع. أيضا مواطن آخر برفقة أحد المرضى قام بالشكوى من عدم وجود الكادر الطبي الخفر في مستشفى الرطبة العام بمحافظة الأنبار. لنشاهد. طبعا نحن الفجر صار مساء عني وهاي الطوارئ، هذا ابني مريض، شوف خطيه مريض، بس تجي تزور المستشفى وتطلع على الزيارة. من يزور مستشفى الطيب ما يحتاج ممرضين ولا يحتاج كادر طبي، لا ما يحتاج، نقول لك الأساتذة موجودة خير من الله. هاي إدارة المستشفى الفاشلة. زين طبني الدار يقولون يا أبا ما تقدر لأنه ما يصير تروح عليهم يسحرون، أدري غير اكو طبيب بالتناوب ممرضين بالتناوب، يلا تفضل حق ولا طير راح اخذ ابني واطلع. زورت المستشفى على الريحه طارقه. طيب تابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشان هذه المقاطع. لدينا تعليق من علاء العراقي يقول: قبل كم شهر ذبيت لي 900 ألف من وراء هاي المستشفيات والاطباء اللي
بالخاص، وبس الله يعلم بالحال. عمار يقول هذا حال المستشفيات بالأنبار كلها، أنا بالفلوجة نفس هذا الحال، حسبي الله ونعم الوكيل. الحاج أبو عمار يقول هذا حال أغلب مستشفيات العراق مع الأسف، المفروض يضعون بصمة حضور وانصراف لهم في المستشفيات مثل باقي الدوائر للالتزام في أوقات الدوام الرسمي. وخميس يقول أغلب المستشفيات هيك، إذا مو كلها، عندك حالة طارئة لا تجد أحد ولا علاج، روح للصيدلية جيب العلاج، أبرة فولتارين لا تجد. كانت هذه جزء من التعليقات مشاهدينا الكرام. معنا الآن السيد أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر. حياك الله أستاذ محمد، تحياتي لقناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا أستاذ محمد. إحنا من أسئلتنا لحد الآن نعرف أنه كل الوزارات، وزارة التربية وزارة التعليم من ضمنها وزارة الصحة اللي هم لازميها سلطة الأحزاب، وهاي العمايم الباطلة اللي يدعون باسم الدين اللي صارت أكثر من يعني هاي المدة اللي قاعد يحكمون بيها، لا عندهم غيرة على بلدهم، لا عندهم حب لبلدهم، لا عندهم ولاء انه هاي الناس المتعبه وناس ذو الدخل المحدود اللي من يروح للمستشفى قبل 2003 يجد العنايه المركزه، يجد الاطباء اللي يعني الاخصائيين، يجد المستشفى اللي كلها بالملتزمات اللي الطبيه اللي كان المعمل اللي كان عندنا موجود عندنا يعني هاي معمل ادويه سامره اللي كان هي احسن الادويه اللي تطيح للمواطن العراقي. يعني كانت وزاره الصحه لها دورها ولها مكانها، لانه كانت عندنا حكومه يعني تشرف على اداره الوزارات وادارات خدماتها للمواطن العراقي. اما بعد السقوط لحد الان انه كل رئيس وزراء فهو من ضمن هذه الاحزاب الفاسده، ما عنده اداره ولا عنده الصلاحيه يحكم على هذول الناس اللي كل وزاره لازم هي انه بس انه سرقه اموال هذا الشعب وسرقت من كل وزاره الى جيوب الفاسدين. المواطن العراقي اللي بدا يشكو انه ضعف الحال وكثره المستشفيات الاهليه، يعني المستشفيات الحكوميه ما يرجع اللي سرق نفس الدواء والعنايات. طيب يعني بس سؤال سيد ابو عمر، وزير الصحة صالح الحسناوي صرح قبل قليل قال بأنه العراق عنده تخمة وفائض بالكوادر الطبية وما راح نعين أو ما نحتاج تعيينات منا إلى 4 سنوات قادمة. يعني المفروض بناء على هالكلام المفروض إحنا كل مستشفى نشوف بها من الطبيب الاختصاص الواحد فد 4-5. طيب هسه هذا المثال اللي عرضناه قبل قليل وغيره من أمثلة كثيرة في مستشفيات حكومية تخلو من الكوادر الطبية ومراكز وغيرها، ليش ماكو بها كوادر؟ هل المشكلة بالكوادر اللي دا تترك عملها، لو المشكلة بأن هناك فعلا نقص والحكومة مدى تريد تعوض هذا النقص؟ استاذ هو موجودين عندنا كوادر، الحكومة ما تريد تعوض هذا النقص، وعندنا دكاترة اللي قبل فترة الحاجة اللي صارت بديان هذا الدكتور انه لو يكون مع سلطه الاحزاب، لو انه ما يقدم يعني نقدر نقول يعني للمواطن انه خدمات له ويعني باتجاهات امور طبيه، فتقتل الدكاتره اللي عندنا اكفاء وتقتل كل دكتور يقدم يعني خدمه انسانيه للمواطن. واذا كان طبيب مشهور، طبيب له واصل الى دراسه مكانته، ما تخلي سلطه الاحزاب انه هذا يكمل مسيره لحب الشعب وناسه واهله، بل انه تختاله او يختاله او يخرج من العراق يعني خوفا من روحه وسلامه اهله وناسه. الان عندنا الموجودين انه صارت دكاتره الى مستشفيات الاهليه، مستشفى الكثير، وكل هاي المستشفيات راحوا لهم دكاتره اخصائيين مشرفين عندهم سلطه الاحزاب والاهل العمايم اللي موجوده عندهم، فيعني يعطوهم مبادئ يعني قويه بحيث انه ما يروح مستشفيات الحكوميه ويعيد المكان للمواطن. طيب انا يعني اشكرك، شكرا جزيلا سيد ابو عمر من بغداد. وطبعا في النهايه هذه المستشفيات الاهليه هي تخصص او تبنى او تشيد الى من اجل ان تخدم فئه معينه من الشعب العراقي، الفئه التي تمتلك المال او المقدره الماديه على تلقي العلاج ودفع تكاليف العلاج في هذه المستشفيات.
غالبية العراقيين اللي وصلت الآن بحسب الأرقام الحكومية وكذلك أرقام الأمم المتحدة وغيرها نسبة الفقر بهم إلى أكثر من 40%، وهذا الموضوع يعني أن نصف الشعب العراقي يعاني من الفقر وطبعا بطالة وغيرها، وبالتالي يصعب عليهم أن يحصلوا على العلاج في المستشفيات الأهلية. طيب، نكمل المشاهدين الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة وننتقل إلى موضوع آخر. يحقق العراق نموا ماليا كبيرا لا سيما مع ارتفاع سعر النفط الخام والطلب الكبير على الغاز والنفط، إلا أن ذلك لم ينعكس على الواقع المعيشي للعراقيين. ورغم النمو الكبير الذي حققه العراق هذا العام بحسب تقرير صندوق النقد الدولي وتقارير حكومية أخرى، إلا أن نسب الفقر ما زالت مرتفعة حيث بلغت أكثر من 35% ونسب البطالة أكثر من 30% بسبب انهيار المنظومة الاقتصادية وضعف معدلات النمو المتوازن في القطاع الخاص وتنويعه وحمايته. مواطن في قضاء شط العرب انتقد إهمال الجهات الحكومية في محافظة البصرة بتوظيف الشباب العاطل عن العمل في الحقول النفطية أو إيجاد فرص عمل لهم في هذه المحافظة الغنية بالنفط. دعونا نشاهد. موضوع جدا مهم وخطير في قضاء شط العرب، إلا وهي ظاهرة البطالة، البطالة التي تعشعش في صفوف الشباب. طبعا كما تعلمون يا أهلي، غالبية الشعب العراقي هو من الشباب، يعني نسبة الشباب هي 70 إلى 80%، وإذا كان الشباب عاطل عن العمل فالمجتمع كله أصبح عاطل عن العمل ولا يقدم شيء إلى البلد. اليوم عندنا الرقعة التاسعة النفطية في قضاء شط العرب، الرقعة التاسعة النفطية أخوان في قضاء شط العرب للما سامع بها، طبعا أنا ما قدرت أروح لها بهذا الاتجاه خلفي لبعد مسافتها، طبعا هي تسمى حقول السندباد 1 وحقول السندباد 2 و3، مجموعة حقول وتشتغل بها شركة كويت انرجي. قلنا يا الله الله شاهد، انا يمكن العام سمعت بها هاي الشركة، شركة كويت انرجي وبعد مجموعة شركات تشتغل بهذا الحقول النفطية في قضاء شط العرب. يعني شبابنا عاطلين عن العمل، آلاف مؤلفة بين خريجين بين ما عندهم تحصيل دراسي، وجاي نسمع ونشاهد وتوصلنا اخبار ومعلومات اغلب اللي يشتغلون هم مو من قضاء شط العرب، ما جاي ياخذون نسبه يعني تكفي لقضاء شط العرب، ماكو اصلا نسبه تشتغل بالحقل بالحقول النفطيه بالرقعه النفطيه التاسعه. سؤال الى الحكومه المحليه في قضاء شط العرب، ما هو دوركم تجاه هذا الموضوع تجاه ابنائكم؟ نكمل مشاهدينا الكرام مع ما لدينا في هذه الفقره. أحد الناشطين نقل هموم ومعاناة إحدى الأسر الفقيرة في محافظة النجف، إذ لا تملك الأسرة راتبا للرعاية الاجتماعية وتعتاش على جمع النفايات. لنشاهد. وضعنا بهل ما لها عايشين. شلون عايشين يما؟ يومين مرة نبيع 3000، مرة نبيع 4000. عايشين على الزبالة؟ على الزبالة، كل شيء. يعني هسه أنتم تروحون للزبالة تلمون تبيعون؟ إيه. وين هالعائلة مالت أبو زينب قبل فترة طلعناها؟ إي يم. يمهم يمهم تلمون سوى. بس انتم مكانكم اليوم يعني هنا قاعدين بهذا المكان؟ اي في مكاننا قاعدين اليوم. نعم. عندكم رعايه؟ لا والله ماكو. راتب؟ لا والله كل شيء ماكو. دو هاي اطفالك كلهم؟ والله على الله وعلى الزباله كلهم دول. الله والزباله؟ اي الله وعلى الزباله كل شيء عندهم. ايش قصاكم اماكن اللحم سمج دجاج بوتيته طماطه؟ من زمان بنسبوع. يلا طماطه يا بوتيته يا بصال؟ هي طماطه والبوتيته. شلون تجيبون ذا اليوم؟ اللي يبيعون اللي هنا من الزباله بلف بلفين هالمقسومات ذني في الطماطات. جيبين طماطات؟ ايه وتيتات. اخوي الله يساعدك. بعد روح على ذي. شلون عايشين اخوتك؟ والله عايشين بهاي الحاله. على الزباله؟ على الزباله شلون نروح؟ كم طفل عندك؟ عند 3. ذولا؟ اي ذولا. حتى جناسه ما عندهم. جناسه ما عندهم؟ اي ما عندهم. ها؟ ما عنده سوي. وين نفوسكم انتم؟ نفوسنا الباطحه والنجف. يعني بالنجف هنا ضمن النجف نفوسكم. مشاهدينا الكرام نكمل مع ما لدينا من مواضيع في هذا من مقاطع في هذا الموضوع. مواطن صب جام غضبه على وزارات العمل، التجاره والصحه حيث امتنعت هذه الوزارات او امعنت في اهلاك المواطنين، فلم تعد الوظائف متوفره والكثير من الاسر لا رواتب لها، بجانب ذلك يتم توزيع مواد تموينية رديئة وقليلة لا تسد الجوع.
دعونا نستمع. طبعا من أبخس الوزارات هن ثلاث وزارات اللي هن دمرن الفقير، هلكنا، خلنا يستجدي الخبزة من الشارع، اللي هي الأساسية وزارة العمل من 2003 لحد الآن، ووزارة التجارة ووزارة الصحة. يعني توقع أحمد الأسدي وزير العمل، أنت مو قلت أنا راح أزود العاطلين، يطلع بلقاء تلفزيوني يقول والله ما رضت اللجنة نزود العاطلين، ما رضت اللجنة لأن العاطلين ما من حقهم يرتاحون. هو ليش ما عاطل؟ غير عاطل عن العمل، أما معوق، أما شايب، أما أرملة، أما رجل تعبان، أما يعني شنو هو العاطل؟ هو عاطل عن العمل يستحق راتب. زين أنت وزير التجارة وين كمياتك؟ ما تزود الناس كمية، ما تطيها طحين يكفيها، ما تطيها حليبة للأطفال، ما تطيها شكرات. زين تعال نجي لوزارة الصحة، من أبخس الوزارات هي وزارة الصحة من 2003 ولحد الآن. وين علاجاتكم؟ بلد شعب، بلد خير، بلد نفط، بلد ذهب، بلد خيرات، الله الصبي كلها تبوقونها تردون شوية أمط حصة للفقير. طيب مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع الآن بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. لدينا تعليق من نجاح الجنابي يقول: الله أكبر، حكومة النهب وين عن الفقير؟ تعليق من باسم أبو أحمد يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله، وهذا حال المواطن في بلد كل خيراته أو كل خيرات ونفط وشعب كاتل الجوع. تعليق لدينا من أم أحمد الزيادي تقول: البطالة أنهكت الشباب وأهلهم، إلى متى يا حكومة؟ التفتوا للشباب بمختلف اتجاهاتهم، يعني ما معقولة مدينة نفطية بهذا الحجم وناسها تعاني، أين مواردها؟ على مر العصور أجيال تنتهي ولم نستفد شيئا، فقط تلوث وأمراض. لدينا تعليق من حسين العتابي يقول: قبل فترة كلها تصيح الفقير الفقير، تمركزوا وهسه كلها ضد الفقير والعاطل. طيب مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. نواكب الأحداث ونلاحق التطورات والمستجدات لنحللها ونقرأها من كل الزوايا والأبعاد لإيضاح الصورة كاملة للمشاهد أينما كان، مع الكتاب والمحللين والباحثين في برنامج طاولة حوار. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل مع حضراتكم في حلقتنا من برنامج صوتكم لهذا المساء. والآن معنا السيد أبو عراق من الفلوجة، تفضل يا أبو عراق، حياك الله. السلام عليكم أخوي أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا أستاذ محمد. بالنسبة هاي الفقر راح يظل يستمر ما زول هاي الأحزاب وهاي الميليشيات، العراق إلى أسوأ. خاف تتأملون بعد يصير العراق براسه خير؟ هاي ماكو هاي، ولا السوداني ولا غير السوداني ما يقدر بعد يسيطر أبدا. الفقر جاي يزداد، يعني النفط كركوك راح وقع عليه وانتهى، انتهى مفعولة بعد انتهت. وهسه ظل يتوسل بس بتركيا، يتوسل بهم بالمي، انطونا لمدة شهر، بالله عليك شهر، شي كف العراقي يروح يتوسل منا وماخذ له وفد وياه؟ نعم يتوسلون تا يعطيهم لمدة شهر، شهر ما يكف العراق أستاذ محمد. العيب عم العيب بالشعب أستاذ محمد، ولا تزعل علي، العيب بالشعب مو بالحكومة. كافي عاد، كافي كافي صابرين وكافي قاعدين، كافي نتأمل. شو التأمل منها عمي؟ شو التأمل منها هاي أستاذ محمد؟ الحل شنو برأيك يا أبو عراق؟ شنو الحل برأيك؟ الحل الوحيد الشعب يتوحد ويصير يد واحدة،
من خاف يزعلون علي من شيعتها لسنتها الكرادة. عمي خلي وخر هاي الطبقة السياسية الفاسدة هاي، عمي خلي وخروها، خلي يطلعون عليها مو أهلها. هاي الحكومة تي ناس أهلها الصحيحين اللي ما عندهم ولا للأوطان البقية. هلا ولا للسعودية وهلا ولا لإيران كافة. عاد عمي خلي ولاكم العراقكم هذا العراق الحر، وبي خيرات، في خيرات ما يعلم بها بس الله سبحانه عز وجل. فانتهوا يا شعب اصحى كافة عاد. وإذا بقينا هيك أستاذ محمد نتوسل بيوم الله وكيلكم هسهم كيفين هسه قاعدين ومرتاحين ويضربون بالفلوس وبيوتهم وقصورهم خارج العراق. فكافعات كافي يا شعب. شكرا أبو عراق من الفلوجة، نشكر حضرتك للمشاركة. نكمل مشاهدينا الكرام مع ما لدينا من مواضيع، نصل الآن إلى المقطع الرابع والموضوع الرابع لدينا بالفقرة الأولى، إلى محافظة ذي قار، حيث انتقد مواطنون الأداء الحكومية لشبكات أو لصيانة أو لإهمال شبكات الصرف الصحي بالرغم من الأموال الكبيرة المخصصة للقطاع الخدمي. ويذكر أن أغلب المحافظات، هو المواطن يقول بأن أغلب المحافظات تعاني من رداءة شبكات الصرف الصحي، وبالغالب تفيض أغلب الشوارع مع موجات الأمطار العادية. دعونا نشاهد. الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، شوف جاي تعمل، جاي تعمل صبة كونكريت 20 سنتيم وكلف يعني باهظة للشوارع، إنشاء شوارع في الناصرية يعني كلف باهظة. ها بس من توصل لشبكة المجاري، ها شبكة المجاري يعني بشرفكم وبغيرتكم، شوارع رئيسية، ها شوفوا المنهولة، هذا مستوى المنهولات اللي عندنا ومستوى الأنابيب، وهذا مستوى شغل المجاري. يعني شوارع جاي تكلف أموال مليارات من توصل شغلة المجاري وهي الأهم، جاي تعمل بعمل يعني تعبان إلى أبعد الحدود. هاي مجارينا، هاي رسالة أوجهها إلى محمد الشاع السوداني. يعني ماكو شغل، احنا بقمة التطوير واكو تقنيات والدول جاي تعمل بنظام مجاري عملاق، احنا جاي نسوي المنهولة حتى ما بيها 60 سنتيم وعمق حتى 60 سنتيم ما بيها، والانابيب جاي يستخدمون انابيب رديئة الى ابعد الحدود. ما يصير هيك يا اخي، والله مو شغل هذا. احنا الى متى نبقى منهولة ويقول لك ليش الشوارع تفيض، ليش جاي ما تلحق؟ طبعا ما تلحق، يا منهولة هاي هذا بوره، هو هذا ماكو شغل ترى والله العظيم. نكمل مشاهدينا الكرام مع ما لدينا من مقاطع في هذا الموضوع. غرقت المنازل في مدينة الديوانية بمياه الأمطار جراء الإهمال الحكومي في معالجة البنية التحتية. لنشاهد. نكمل مشاهدينا الكرام مع هذا الملف. اشتكى أحد المواطنين من الحلول الترقيعية في معالجة الطرق في مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية، حيث تعاني أغلبها من رداءة التعبيد. دعونا نستمع. محافظة الديوانية مديرية بلدية الديوانية، هذا الشارع صار له 20 سنة نفس الوضع، كله بترقيع بترقيع، وصلت مرحلة لحد اليوم سووا هاي الاستدارة، ثلاث استدارات. تعال شوف الترقيع، شوف الطامة الكبرى اللي هاي هسه ما ادري بكم مليون، 100 مليون، 200 مليون. اكو واحد يخلى رمور، هذا رمور بلط على رمور، ايش كم مليون، ثلاث استدارات. تعال هذا الرمل
رجلي طبق رجلي هذا رمو خبري كله يعني بدون صب خلي زبط انا رمو يا مدير المفروض انصب هذا المفروض انصب تعال شوف شوف هذا شنو هذا شطر هذا تبليغ هاي ما صار له حتى يوم هذا تبليغ هذا وهذا شارع رئيسي هذا اللي يربط مالت النسر صرف عليه مليارات يا ابو مليارات ما سويت وصل بكم الحال الى متى هذا الترقيع يا مديرية بلدية الديوانية يا محافظ الديوانية الجديد اخوي نايم انت قاعد تعال شوف هالمصايب جاي يصير. مشاهدينا دعونا نكمل ما لدينا من مقاطع بشأن هذا الموضوع. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جباية 100,000 دينار عراقي مقابل عبور كل سيارة على جسر الفتحة في محافظة صلاح الدين، وأشارت المصادر المحلية أن المسؤول عن هذا الجسر هو ابن عم مدير مصفى بيجي الحالي، حيث تقول المصادر أن هذه الأموال تذهب لجيوب عناصر الميليشيات المسلحة. ومن جانب آخر سخر ناشطون من عجز الحكومة عن إقامة جسر جديد أو الحفاظ على ملكيته. لنشاهد. اقول لك ما عبرين العقبه احنا الله يجي عبرك بلاش انت تفهم 100,000 انتوا كل عقولكم اقول لك اريد 100,000 يا عمي انا رحت عليه قال لي اخذ منه 100 زين عبرك هسه 15 وانا احط 85,000 اقول لك ما عبرين العقبه احنا الله يجي عبرك بلاش انت تفهم 100,000 انتوا كل عقولكم اقول لك اريد 100,000 لنتابع مشاهدينا الكرام التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. مروى حامد تقول المفروض الجهة اللي مستثمر الجسر تحاسب. ثانيا يعني من 2017 إلى الآن حكومة ما تقدر تسوي جسر ويجي مستثمر يسوي جسر، وين صايرة هاي؟ تعليق من شهر يقول نسخة منه إلى رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني وإلى وزير الداخلية وإلى وزير الدفاع وإلى محمد الحلبوسي وإلى الدولة كلها، هم من تعبرون الجسر تدفعون فلوس؟ وشهاب يقول أول أسباب الفساد هذه الحكومة ما تقدر تسوي لها جسر، والله عجيب شلون جاي يديرون بلد ما أعرف. وتعليق من أبو عمر يقول والله أكبر جريمة، دولة شكبرها ما تقدر تعيد جسر أو تعبد جسر أو هي تنصب بديل. طيب نستمع إلى رأي السيد أبو أيسر من تركيا. تفضل يا أبو أيسر حياك الله. الله يسعدك أستاذ. أهلا وسهلا أستاذ. هو العراق حشاك أنت، هو كل نفايات مو على علم الجسر، لأن هم اللي يستلمون نفايات. فناس ما يفكرون غير بنفسهم، إيش قد يبقون من المليارات بالموازنة، إيش قد كذا. نعم. يعني بقت على الجسر. نعم. يعني أبو أيسر إحنا من نشوف إنه أكو جباية بهذه الطريقة، والمبلغ مو مبلغ هين، يعني أنت تتكلم على 100,000 تقريبا 65 دولار أو 70 دولار. طيب نعم. يعني المواطن مين يجيب؟ وكل مرة يريد يعبر لازم يدفع هذا المبلغ. طيب هو شنو الجسر هذا؟ شنو الخدمات المقدمة في سبيل في المحافظة بشكل عام، في سبيل إنه هو إذا يريد يدخل إلى المحافظة أو يعبر جسر يدفع هذا المبلغ الكبير؟ أي مو أستاذ، مو هم أمنوا، أكو شعب، أكو شعب ما يريد حقه يا أستاذ. شعب ساكت عن الحق، والله شنو انقتل من عنده 2 بالمظاهرات التشرينية أو 3 أو 10 أو 20 وسكت. إحنا بدنا نشوف بلد السودان هسه، يعني أي قرار يصير ضد الشعب ما يخدم الشعب، أشوفهم مصممين على البقاء في سبيل هنا الحكومة. نعم. هذول ناس نفايات يا أستاذ. مع طبعا يعني مع فرق الظروف وفرق الأوضاع الموجودة ما بين العراق والسودان، احنا اوكي احنا مهما نريد ايضا نشبه العراق او نقارب ما بين الثورات اللي تحصل والتظاهرات، ظروف العراق ظروف استثنائية سيد ابو ايسر، يعني ما نقدر نقول انه الشعب العراقي يشبه السوداني على سبيل المثال او المصري، لانه ظروفه تختلف، وضع الشعب العراقي، نفسيته، التقسيمات الموجودة اللي صارت اجت بعد الاحتلال، كلها اثرت على تكاتف المجتمع العراقي، وبالتالي ما نقدر نقول ان هم ظروفهم مثل السودان يقدرون يصمدون
لأنه الجهة اللي أمامهم هي جهة واحدة، إحنا عندنا هنا أحزاب كثيرة وميليشيات كثيرة والوضع معقد. ولهذا أستاذ الأحزاب اللي موجودة كثيرة أنه شوف البلد ماشي بطريق آخر بالفساد الإداري بكل شيء ماشي يعني. نعم. ما يخلي البلد يقوم ويقعد المكان الصحيح. نعم. أنا أشكرك سيد أبو أيسر من تركيا، شكرا جزيلا للمشاركة. نكمل مشاهدينا الكرام مع ما لدينا من فقرات في هذه الحلقة ونأتي إلى فقرة الإنفوغرافيك. سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية الضوء على التراجع الكبير في قطاع الصحة في العراق، حيث يعاني من نقص في المستشفيات والمعدات إضافة إلى نقص الطواقم الطبية، يقابل ذلك بهجرة العراقيين للخارج من أجل العلاج الذي لا يجدونه في بلادهم بسبب الفساد داخل أروقة المؤسسات الصحية والمحسوبية في التوظيف. لنشاهد. تراجع كبير لقطاع الصحة في العراق، من نقص في المستشفيات والمعدات إلى نقص الطواقم الطبية التي فضل معظمها الهجرة خارج العراق بسبب تعرضهم للهجمات والتهديدات والابتزاز، يقابل ذلك هجرة العراقيين للخارج من أجل العلاج الذي لا يجدونه في بلدانهم. مبالغ طائلة تقدر ب6 ملايين دولار شهريا تذهب من جيوب العراقيين إلى دول الخارج من أجل العلاج في بلد أضحت ميزانيته الانفجارية حديث العالم اليوم، والضحية المواطن المغلوب على أمره والذي يعيش واقعا مريرا نتيجة ارتفاع ثمن العلاج وعدم توفر أجهزة ومعدات طبية متطورة قادرة على علاج الأمراض المستعصية فضلا عن فضائح الفساد المتتالية في وزارة الصحة. وعود السوداني بإصلاح القطاع الصحي لا تجد لها أي صدى على أرض الواقع، فحكومته التي تفاخرت بترميم مستشفى الكاظمية سرعان ما افتضح أمرها بصور الواقع المؤلم للمستشفيات الحكومية نتيجة الفساد الذي لم تسلم منه أي مؤسسة حكومية في البلاد. صور أثارت استياء الشارع العراقي تجاه استهانة الحكومة بحياة العراقيين ومستشفيات وصفت بمسالخ للموت على الرغم من حجم الأموال التي تصرف في مشاريع إعادة التأهيل ولا يرى منها أثر. عراقيون لا يثقون بمستشفياتهم، متزاحمين بشكل غير مسبوق على الرحلات العلاجية المتجهة نحو بلدان الخارج، تزامنا مع التراجع المتزايد في الخدمات الصحية والطبية في البلاد، وتجاذبات سياسية بين القوى البرلمانية تمنع من تفعيل ملاحقات قضائية لقضايا فساد تقدر بنحو 25 مليار دولار في الوزارة خلال السنوات العشر الماضية. نصل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة الهاشتاج. يستمر العراقيون بالتغريد بشأن احتلال أو ذكرى احتلال العراق، جئناكم بوسم احتلال العراق. دعونا نتابع بعضا من التغريدات. حيدر يقول: الاحتلال الأمريكي أسس لسلطة الطوائف والمذاهب وغيب الهوية الوطنية ليغرق العراق والمواطنون العراقيون في دوامة العنف والإرهاب والموت المجاني والفوضى السياسية والفساد المالي والإداري. تاريخ أسود لأمريكا ورئيسها مجرم الحرب بوش. تغريدة من دكتور جاسم الشمري يقول: إن احتلال العراق سيبقى من المراحل الفارقة في التاريخ الإنساني تماما مثل الغزو المغولي لبغداد والحربين العالميتين وغيرها من الويلات التي مرت على الإنسان والأرض. تغريدة لدينا من مصطفى يقول: احتلال العراق بدأت حكاية إفجاع الأمهات، ترمل النساء، تيتم الصغار، تنتهك الأعراض، يستباح ويحل الحرام بحجة الديمقراطية البائسة، ناهيك عن تفتت العلم وتحطيم الصناعة وإقصاء الزراعة. تغريدة لدينا من الصحفي نصير يقول: 20 عاما حفرت المآسي بقلوب العراقيين، خسرنا أبناء البلد وبعدهم ضاع البلد. مشاهدينا الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.